نحن لازم نكون حاضرين تنوجه ضربة قاسية لكل أزعر والمشاغب ببشغل. يا خليل عنا أربع أولاد بدنا نطعميهم ونلبسهم ونعلمهم وانت مش بهالدنيا. إذا بدك تضل عم تشرب رح تخرب الدكان من جديد. شو صار عنا فنان بالضل؟ جوزك واحد عاطي وانت ضيعانك برقبتي. أنا بعرف ليش بدك تساعدني بس بوعدك يا راجل هيك إنك مش رح توصل لغايتك. جبران خليل جبران الملاك الثائر من الأربعاء للجمعة 9:30 المساء على الـ LBCI.